لكن انت النهارده خلقت كام فرصه للفرقه؟ طب انا اديك مثال صغير جدا يا ابو وجود. اخر 4 مباريات عارف المنتخب السعودي مسدد كام تسديده على المرمى؟ اي 13 تسديده. اخر 4 مباريات 360 دقيقه، ده من غير الوقت الضايع، مسدد فيهم 13 تسديده. يعني انت في كل مباراه بتسدد 3 تسديدات على المرمى، ده رقم يخلي منتخب كبير يكسب مباريات؟ مستحيل. انت كده بالظبط، انت عاوز ايه بالظبط يا وجود؟ عاوز ان الكره اللي تجيلك، الفرصه اللي تجيلك جول. مستحيل. مفيش كده في العالم، مفيش كده في العالم، مفيش، ما تمشيش. هالاند نفسه بجد قادر ان هو هداف الدوري الانجليزي وي وي والكلام ده كله، هتلاقيه مضيع على الاقل الرقم اللي هو حاطط اهداف بيه ده، هتلاقيه مثلا مضيع على الاقل 30% زيه غيره يعني، او 35%. لان المهاجم كده، المهاجم عاوز فرص عشان يعرف يجيب اجوان منها، عاوز تخلاله فرص، عاوز يبقى فيه كروسات، عاوز يبقى فيه شغل في الملعب تكتيك، ازاي تفضل الاجنحه، ازاي تفضل الباكات، ازاي تشتغل في الهاف سبيس، اللعيبه اللي حواليك عامله ازاي. انت النهارده لما تلاقي مهاجم واقف بين 4 لعيبه وست لعيبه في اتجاه واربع لعيبه في اتجاه تاني، انت كده بتستخدم بالظبط الاسلوب الفردي. يا سالم ربنا يكرمك، خد الكره وخش على 2 3 لعيبه واعمل لك، اعمل دريبل وعدي والكلام ده كله، واعمل شقلباص مش عارف راس البريكان، خد الكره واستلم بظهرك على 2 3 لعيبه ولف وشوط على الجول. ده كله شغل فردي، لكن شغل ايه؟ شغل جماعي. الجماعيه دي اللي بتقول في الاخر ايه؟ النهارده لما اطلع كتيم، النهارده الحاجه الوحيده اللي بتقول عليها ايه؟ ان مانشيني عملها وكان بيعملها برضه رينار، الاستحواذ. انت كل مبارياتك الاستحواذ بتاعك عالي، لكن استخدام الاستحواذ دوت تخلق بيه فرص، هي دي مشكله يا فرحتي. ممكن معايا الاستحواذ 80% وفي الاخر ما شوطش كوره على الجون. يبقى انا كده عملت الاستحواذ. يبقى ما يا جماعه الاستحواذ انت بتستحوذ فين؟ في وسط ملعبك او في الثلث الاولاني بتاعك. لكن كل ما الكره تخش الثلث الثالث بتاعك، اللي هو الاخير، اللي هو الفاينل سيرد، اللي انت هتخلق فيه فرص، مش موجود.